تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الجمعة المقبل الموافق 28 من إبريل الجاري اجتماعاً مهماً مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل. وسبق أن أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب بياناً بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية. We'll be right back.